إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فحياكم الله وجزاكم الله خيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في دار كرامته في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المهم كما تفضل أخونا المقدم جزاه الله خير على أن نشني على موعد أنذكى بعض جلسات ما تسمى بجلسة الذكر، لأن الدنيا أتذنين جلست، إما جلسة ذاك اللهو ذاك الكلام يجي، إما اعتذار أضيضار القائلينس نيغ أتنفع. اثنين جلسات إيجيجان، الجلسة تيري نافعة نيغ الجلسة تيري المرمي تغيما على صاحبها، ولا شك أن المجلس مرمي تيري يطول ووار لازم تغيما يسوار وها انت في 4 ساعات من هذم يسوار وها يمكن هذه نشيل الكلمة مخينا النبي عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بال تهوي بصاحبها في قعر جهنم والعياذ بالله. لأجل ذلك انتف أن أفضل المجالس على الإطلاق هي مجالس ثني التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قرانغ اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني أن الله عز وجل يحث العبادين المؤمنين على أنه أتذكر. والذكر ماشي تيري غير سوق مموها نير سلجلوس وها، وإنما كما أن الذكر الله تبارك وتعالى يتيري سوق مم كذلك يخصص الأفعال، يخصص مالا الإنسان يتعتقد شين حاجث يخص لابد أتصدها أذيك زغس، لأن مخقان السلف الصالح العلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل هذا يقول، لأن من ينجر بيتقع الإنسان ما راه يحفظ غير شي الصورة فيقيم شي المدة ويغري شي مثلا القرآن أتفذ أنت يتغير زقي الذاكرين أن عذغ الصورة ني، ولكن مرمية الزوات يستحضر شي نزاد جيزني شي حاجة الصورة ني روح ما يمي، لأن عدم تعاهد القرآن وعدم تعاهد ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الله عز وجل يحث العبادينس بل يمدح الذين يذكرون الله قياما سبدي الانسان يقرا السوق نيغ الانسان قفقي يشوم كان سبدي نيغ اذا داف نيغ الدروج ما يهمش يذكرون الله قياما نيغ يتزجف وقعودا سالجلوس الانسان يقيم كي طوموبينينس يقيم قيل مكتب ينس قيل بيرو ينس قيل إدارة ينس ماني ما، لكن هذا الجلوس وثتشي ذكر الله تبارك وتعالى، وإنما أمخن الله عز وجل العباد ينس يذكرون الله قياما وقعودا. طيب زيد وعلى جنوبهم ماشي غير قيل قيام قيل جلوس، بل حتى من ذم الميطاح الفراش ينسي الزوذي الطص يذكر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل امدح يوذنينا الذين يذكرون الله تبارك وتعالى في 3 حالات، الحالة مرمي غاد كان، الحالة مرمي غاد قيمن، الحالة مرمي غاد صن. إذن يوذنينا عمان ورنسن بذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الله عز وجل يبقى في بيوت، في بيوت بيوت الله تبارك وتعالى المساجد أمو خم كنويت المبارك أذن الله أن ترفع، يعني أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. يعني أن الله عز وجل إنك في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع ترفع مزين، لأن بزاف نيو ذن تغير أصلا باشا أذن الطبقات نيغ باشا أذن نقير بنين لا ترفع، يعني ترفع عن القادرات باش من الذم وينطشي داك شين حاج تاع فانت شين زبر نيغ شين 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 حاج ثنيكي يتآذى الزيس المصلي. وكذلك ترفع في البدع، ترفع في المخالفات الشرعية التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يسبح له فيها بالغدو والأصال. إذن رجال ونساء سبح الله تبارك وتعالى ماشي على هيئة جامعة، يعني كرشي أتسبح نجي جن دقيقة نجي جن ساعات نجي جن روق، وإنما الكل يتسبح الله تبارك وتعالى، نساء رجال سبح الله عز وجل بالغدو والأصال. الصباح الجيف، فالإنسان مرمي تسدي الزج رفجة لا شك أنه يتزج رفجة ثم يتسبح الله تبارك وتعالى. يعني الأذكر الإخوة جزاهم الله خير قنت ذنيتين، فلا شك أن مرمي الإنسان يتزج رفجة يذكر الله عز وجل، وكذلك مرمي يتزج رعشة كذلك يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا ما لا يدل شيء محاش، يدل على أن الدين النغنشني يمشان إمرانغ جميع المسائل اللي جنتي سبحاني، بل العقيدة النغنشني والعقيدة ومسرم أنه يخصص هذه اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ويجي وليج نحاج تيجي جنت سبحانت إلا يبينس الأمينس، وكذلك ويجي وليج نحاج تعفنت إلا يحظى الأمينس الزاقس. لأجل ذلك أنت في الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إنك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل شيء، من كل ما يسوء إلى الإنسان، وأمرنا بكل ما يعني يتري الإنسان ذاك سن النفعين، إنك حتى الطير احتاج ضيض يقور السماء يطير في السماء إلا أخبرنا الله أو أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام به. علمه من علمه وجهله من جهله، لا ينفع الجهل الإنسان ما راوي تيسن شيء ثم يجيبوا المشكل لأن المشكل ينس، وإنما سنغنسن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ويفق الدنيا حتى ومي جان غنشني الأمة ينس على محجة بيضاء، يعني أخ الدين الخالص الدين أمشفي، يعني لا تشوبه لا تشوبه شائبة، وذاك ني البدع ني الخرافات ني إلى غير ذلك. فعليه الصلاة والسلام نصح أمته ونصح أتباعه عليه الصلاة والسلام وتركنا على محجة بيضاء، ونحن نشهد على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي أن دين الأحاديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وأنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. زي الحديث جن النعمة ضمغا الإنسان يسيد غير ذي قيم جمزيدا يسيد ذي سنطيشين الدرس شي الموعظة، يكفي أن الله تبارك وتعالى يعني إطأم الملائكة أذا هو نسمع غان غذانيتين روح حاليا كدنغ الملائكة ميمي، لأن ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني الاجتماع النغوة ماشي خصص ديري الاجتماع دنيوي أو الاجتماع يعني خارج عن إطار ذكر الله تبارك وتعالى، وإنما أنت الاجتماع في الله ومن أجل الله وفي ذات الله تبارك وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ماشي نقاكور شي يدنغ القرآن، وإنما إجن ربما أذغ ينظن أتصنفن نيجن ذي شارح ينظن يعني أتصنفن، لأن بزاف نيوذان قالك بأن قراءة القرآن جماعة يجوز، ثم تدلنس الحديث وأنه إن النبي عليه الصلاة والسلام من ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله اقرأ كقف يتلون يعني قان العلماء قان كلام، وإنما هو هذا لبيان الأمر بشاء ذي بيين بأن من تجن جي البيت الني، وإنما هل كرشي قان إذا ما كرشي قان ممي إن الرسول عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، أي هل كرشي تفسر القرآن إلا، فدل على أن يعني مفهوم الحديث
ان الرسول عليه الصلاه والسلام يبين ان يني غادا سنمزيدا اتصنفن الدرس اتصنفن الى غير ذلك زي الامور ني غاتصنفن القران. فهؤلاء ماجورين، هؤلاء ماجورون ان شاء الله. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام يخبر الامين ان الملائكه ذهقوا قمكانني. ويكفي ان الصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم انه مرمر الطباق الاحاديثنا انه بخلاف من قانت مي وظن قانك بان القراءه بالقران جماعه يجوز ما يمي، لان الصحابه اتقين شيء ما عليك شيء الخير جمانا ياتف جين الصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ما دام ان الصحابه وجين شيء ثا لان اثنين اذا نغبلغن الدين ثا الدين وانيتين، اثنين اذا نغبلغن السنه يا ثانيتين، اثنين اذا نغبلغن القران وانيتين. ما دام ان نفى الصحابه وجين شيء القضيه ثا انسن بان من بعد الصحابة وذين والو، لأن الصحابة إذا نغبلغ الدين، الصحابة إذا نغفهم الدين، لأن شين كسير الدين نخ الكتاب القرآن السنة وعلى فهم سلف الأمة. سلف الأمة من يعني هم الصحابة، هم الصحابة نغيني إيجيجان تبع زي العلماء الأجلاء على رأسهم إمام مالك، أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي، الأوزاعي، الثوري، إمام البخاري إلى غير ذلك زي العلماء، علماء الأمة الجبال. فلأجل ذلك نلقى بأن قراءة القرآن جماعة لم ترد وجشي الصحابة رضوان الله عليهم، بل يسيدي جنايجن أبو موسى الأشعري وأظنه عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنس يا أبا عبد الرحمن نش وفيه شي وذان تقنيش المسائل شي المسائل ونش ظنق بأنه تقنيش شي المسائل تعفانين، وإنما زلق تقنيشين بعض الأمور إلى نسينغ شي إن نسمين ذين إن سقوا في شيء وذنقي مزيدا حلقا حلقا، يعني غاصن الحلقة الحلقة، ثم يجني تري قروص الحلقة ني غاص شي حاجة نزرة شي حاجة نقرابي تنقرص نشني، ثم يكسي يجن زرو يجن ثم يقال سبحوا الله كذا وهللوا الله كذا وكذا وكذا وكذا. الناس من زري ذمن نشان الناس نشان الناس مرا شين هذا كي تسيني ذو فيتن جن المنين راح تما غاي. طيب يسيد جنا يوفى من عاود تقل يسيد غاسن تا يفغا كيس يروح غاسن. الناس يا أمة محمد، يا أمة محمد من تقمامية إما كني على خير ملة النبي عليه الصلاة والسلام على خير الصحابة حسن زكي الصحابة نيغ كني على ضلالة، يعني اثنين زكسن ولكن قالك وأحلاهما يعني يجي جعل صواب بنت قالت اما كنيو يعني فاتح باب ضلاله نيغ كنيو الصحابه واحلاهما مر. نينس يا ابا عبد الرحمن وذا صحابي ابا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، يا صاحب رسول الله والله ما اردنا الا خيرا، نشي نسباح الى غير ذلك منتق نسباح الله تبارك وتعالى ومنتق ميزنينا إن كم من مريد للخير لا يصيبه. نعم كني ذزم الخير لكن الخير جوامية الخير طريق النبي عليه الصلاة والسلام، نعم ولكن على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيه. ما يمي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يرد الشارع الحاكم. لأجل ذلك انتاف بأنه لا يجوز للإنسان أديان قيدين الله تبارك وتعالى شيء. وكذلك أنت مثلا زكي السيرة من الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث قراءة القرآن إلي تزيج صحابي أقضي صحيح البخاري على لأبي عبد الرحمن أو نعم أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله إليه قرص اقرأ علي إجنا إنس اقرأ علي غاخي إنس يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل هل أظن شخص القرآن شكل القرآن تسمى ينزل تسمى إنس نعم إني أحبه أن أسمعه من غيري إنس نشت عجيباي أتصنفغ القرآن زقي الغين وعوذ وكلنا إن شاء الله من لأن وخل الإنسان يقرأ القرآن برمي الإنسان يتنشي المقرئ أن يشن حاجة تفذ بعض الآيات تفنك غور غير عقارت فهمت حسن زقي ما دغري تنشك. فهذا هو كلام الله تبارك وتعالى. فإنس يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري.
إن الراوي إنك فلما إن عبد الله بن مسعود إنك فلما قرأت عليه من سورة النساء وبلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا فلا يكتمون الله حديثا. ذنيتين إنك الرسول عليه الصلاة والسلام إنك حسبك حسبك يعني صفي سبد إنك فالتفت إليه فإذا بعينيه تذرفان يعني أمي إزراء عبد الله بن سعود رضي الله عنه إخزاق النبي عليه الصلاة والسلام يفيد إتترو. فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ويقاشي جماعة وإنما إلي تحب القرآن أذي غيج. فكذلك في زمن عمر بن الخطاب وغير زمن عمر بن الخطاب إلي تزد أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبو موسى الأشعري الصحابي الجليل الرسول عليه الصلاة والسلام إن إجنات ميكا خدثين سيفيت إجواد القرآن إن سيا سمايقم إتصنافاس زوج شيء نسخ سبع إن سيا يا أبا موسى لو رأيتني البارحة مكاني وأنا أسمع إلى قراءتك وأنا أسمع إلى قراءتك فلقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني إن يا أبا موسى ما عليك شيء زريذا ينتصنافغاك مرمي رفقة القرآن قد دفينك والله يشكاكي جن الصوت من صوت داود عليه السلام. داود عليه السلام هو نبي من أنبياء الله عز وجل وهو أبو سليمان عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يشتي جن الصوت ذا سبحان يجن الصوت ذي المليح حتى أن الجبال كانت تؤوب معه يعني ثم تردد يعني من قص التسبيح إلى غير ذلك حتى ومريقى الزبور إريقى الزبور خلي الخلائق ترددنا كيذس الكلام مني. فإنس أبو موسى الأشعري يا رسول الله لو عرفت مكانك لحبرته له لحبرته لك تحبيرا يعني أن نشمع لك السنغ إلا شك تسنف الضاي أتفزين الصوت قطاع أتفزين الصوت رخني أتف يعجبك الحر قطاع. المهم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من ميريتس عمرو بن العاص أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ ذكرنا ربنا ذكرنا ربنا نلقيش المجمع مثلا قرص من يذكرنا ربنا يعني أن القراءة القرآن لم تكن جماعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما إلي جيش جنقاء ينضن صنافن والقراءة أني سبحان الله يعني ذاك ثم الوقوع ينفس خلافا برقا جماعة ويتق المد البدل ويتق المد يعني الحركات الستة ويتق يعني الإدغام ويتق شقاع وليتين ثم يتزين ويقطع النفس إلى غير ذلك يعني خاوطة يتوقع القراءة أني. المهم أن الله تبارك وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا يعني الإنسان ذي القرآن كما ينبغي وعلى حسب القدرة والطاعة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم مشي إن شاء الله جي يعني الأي مثا يجي عذان يعني أنفحك إذكم الله يجزيكم بخير أشكم يحفظ الله تبارك وتعالى ثم يعني نستفزكم بزاف يعني الدروسين يعني جي الحقيقه اجن نعمه ضمغه اجن نعمه ضمغه ويس النعمه يا الا ما شي جنس ما يفقدت لان اتف مثلا يعني الاخوان سند من مكان بعيد باش تبقي من اجل الاخوه نضم اخوه الايمان اخوه الاسلام ممكن الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمي يسيد زقي مكة إلى المدينة من المعلوم قعن سنت أنه يلاقي اللحظة أني قبر ما أذي سنت عليه الصلاة والسلام إلى الأوس والخزرج نثني قد جان أصحاب المدينة الأوس والخزرج أمشني القبيلة وإلى جاكي تسني يعني العدوى ولكن العدوى نيرة جنتو ذاين جرس نقي الزمان نيرة الناس أجرانسن ثم تجن جرس يعني يعني العدوى. لكن أمي يسيد النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بقدرة الله تبارك وتعالى يعني أذي ألف بينهم لكن التأليف ذنيتين ماشي ألف أنت عليه الصلاة والسلام بين قلوبهم ماشي أنت إيجي جمعا ورنسن تبارك وتعالى. لأجل ذلك قرأنا الله تبارك وتعالى القرآن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبر استطاع ذي ألف بين اثنين نين ثم يوذن إجن قناص محمد إجن قناص عبد الله
وخذوا إذا الرسول عليه الصلاة والسلام باش هذه ألف جرس ويزمة ما يميلي أن القلوب ماشي بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بيد غير النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هما بيد الله عز وجل. لأجل ذلك انتفى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء يقلبهما كيف يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذا إنك بأن ورن من أذم أخذ بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولأجل ذلك انتفى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أيضا قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خذ دعاء عظيم. وهل مشني نظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذر طد؟ لا. هل مشني نصور قرع قرن غن النبي عليه الصلاة والسلام أذكفى والعياذ بالله؟ لا. ومع ذلك قرص يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا على دينك. مين ريقات تشريعا للأمة باش هاد الناس مشني إن شاء الله أتنيني. لأن يتجن بزافني وإذا ما ردني ذا سن غير اتقي الله كينيش من كير باش اتقي الله. من كير. وهذا الخطأ. وإنما ديني اللهم اجعلني من المتقين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتقي الله. اتقي الله. فدون النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. يعني ماشي تسمى ماشي قاش حاجت يعني خارقة يعني ذني ذا شين حاجت تعفت وإنما الناس اتق الله خاف الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا. التقوى يعني التقوى هو الإنسان أذي رجع إلى الله تبارك وتعالى. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. نشيخ سنة غندارس القرآن لأن المعظم حاليا نعم قن القرآن أن تحفظ الله تبارك وتعالى يعني تجرب عايز حفظ القرآن. لكن الحفظ شيء ومدارسة القرآن شيء آخر. يعني أن الإنسان ما يحفظ غير الفاتحة يخصص هذه السنة المعنى ينس. لأن الفاتحة كلنا إن شاء الله نسنت ولكن هل معنى ينس نسنت نغلى أن حفظت. لكن الحفظ شيء والفهم شيء آخر. يتدارسون كتاب الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون قال ويتدارسون فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة. يعني من أسباب غشيان الرحمة أتهوى خانغار رحمة الله تبارك وتعالى أن ينسحس سجن عار رحمة سجن النعمة ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن نهيغة هو الرحمة من أذن يسحس سجن القضية أقف غاز بورينس سجن الرحمة يعني يسحس سجن شغني ذهقات مخاس ما يخلص نية الله تبارك وتعالى. لأن مستحيل تفذ من أذن يسيد مثلا زقو ليمان زقي بلجيك زقي مثلا يمكن زقي فرنسا يمكن باش غير هذه قموها بدون إخلاص. وإنما مدى ما يمثل المسافية سن بأن من أذن متعطش لذكر الله تبارك وتعالى وأنه يزو أذذك الله عز وجل الجماعة. لأن يسن حديث النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليهم الملائكة تخشاهم الرحمة تخشاهم الرحمة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام وتحفهم الملائكة. ومكان تحفهم الملائكة يعني أمش شغر نغاس الأجنحة إنس درع عنه غزال الإنسان ضعيف ونيتين. يعني الملائكة جنود مجندة مخلوقات يخلق الله تبارك وتعالى زق النور ومع ذلك ذهق أبني البشر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم تبدأ يعني أج يوذان ميمي لأن يوذاني يذكرون الله عز وجل. إيجن الشرف يمغى إيجن الشرف يمغى شني مري يسيد غان غذاء غير شين الجنغاس غير شين الشهرة شي حاجة أتف السنغ من غانك. فما بالك بمخلوقات نورانية ملائكة من عند الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جي الحديثني يقرك وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده. أي أن الله عز وجل الذكى يوذني حتى نقي المجلسني سيجيج الذكى يوذني حتى نقي المجلس سواء الإخوان غ الأخوات الرجال غ النساء يذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده غسمته عز وجل. ويتين جن الشرف مغا وجن الشرف عظيم. فانتفج نعود الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرك
عن الله عز وجل، لأن هو الحديث القدسي. وما قال يعني الحديث القدسي؟ أن الحديث القدسي هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إخبرت يعني جبرائيل إخبرت الله عز وجل نير إنزل خاص الوحي بغير القرآن، وإنما أنت ثم إما يزرد قي المنام نغي اليقظة ما يهمشي إلا أنه أجيب القرآن، وإنما أنت حديث قدسي منسوب إلى الله تبارك وتعالى. ود الفرق جران القرآن الأحاديث القدسية ثم عاو الأحاديث القدسية، ومقال الأحاديث القدسية لأن ذي الحديث القدسي حديث النبوي. الحديث القدسي هي القداسة الرفعة، يعني يشينا سجن الرفعة الله تبارك وتعالى، بحيث أن الإنسان لا يغير حديث قدسي أن الله عز وجل إنات ولكن بغير القرآن. ولا يجوز من هذا الزكسي الزجي الزجيت، لأن الزجيت تري في القرآن في القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن فيما يخبر عن ربه أن إنك أنا عند ظن عبدي بي، الله عز وجل يعلم الظن يسنين ذنك الظن من هذا رخاء قاعد مغنقيم الجمعة ونتين، لكن كوري الجن غشين حاج غير عقر، فالله تبارك وتعالى أدرى من غانغ غير عقر النخ زاق نغنشني قبر ما نفكاشين حاجات انت عز وجل أتى في السن من غانغنشني إمو غسان بينفكا إمي غي غانفكا. فلأجل ذلك قرن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فالله عز وجل أقثك إذنغ أقثك إذنغ أقل عبادينس ما رذكرنت الله تبارك وتعالى ما رذكر الله عز وجل، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر، يعني نفس الله تبارك وتعالى. ذيج القضية القضية عقائدية أن الله عز وجل غسل نفسه لي أنت شني غانغ النفس هي نغلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقرأك الله عز وجل فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، غسل النفس الله تبارك وتعالى غسل النفس. لكن هل النفسين كيف كيف؟ لا أجيبه كيف كيف، لأن الله عز وجل أريج ما يسند، لأن شني نسن الله تبارك وتعالى بالصفات والأسماء. أما مخجة حقيقة وتنسين شيء، لأن نشني نسن بأن الرحمن الرحيم غسل النفس غسل الأصبعين غسل العينين غسل الوجه ويبقى وجه ربك إلى غير ذلك. لكن نت عز وجل كن ينس يعني الكيف ينس وتنسين شيء. فلأجل ذلك المسألة فيتن عقائدية، أنه إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ليس كمثله شيء. النفس ينسنتو جم النفس ينونش نغم النفس ننظر، لأن الله تبارك وتعالى قرق ليس كمثله شيء. أولا ذيج ما يتوي ذيس أولا ذيج، سواء من جهة الاسم نغم من جهة الصفة من أي حاجة. لأجل ذلك يخصص لابد من ذنب أذي تنبه المسائلنا أن الله عز وجل إنجي الحديث القدسي ما ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. تصور شك العبد الضعيف لا حول لك ولا قوة، إيش نهاي يصدقك من ذنب إنك صنفغ مثلا شي العالم الفلاني الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يعني إذكارش سل إسمينك إذكارش من غتيني إنسان فيفح نيش يذكر الشيخ الألباني رحمه الله عالم جبل محدث شيخ الإسلام شيخ الإسلام في زمانه يذكر أينش يجن فرح يجن التصور يمكن من هذا يمكن هذه ترو صرف فرح ما يمي، لأن يذكرش يجن الشيخ مع أن الشيخ خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى خلق من مخلوقات الله عز وجل. ما لا يسيد غاك إنك قايد النات ذكاخش غورينو قل نفسينو أسيد يا شيخ شك ذكا ذايد النات إيه ياك نشو وش سينغش الله زرش قيم زيداوين وهاقي قايد النات فكاخش قل نفسينو مخص الإنسان هذي سحيس هذي سحيس سيجن العزة سيجن الكرامة سيجن فرح إيه نغلى نعم نغلى. إذن فالله تبارك وتعالى إنك فإن ذكرني في نفسه أقر خانشني أنفك الله تبارك وتعالى قل نفس النظر ذكرته في نفسي ذكرته في نفسي. وأي شرف العبد ويتين العبد الحقير العبد يعصى الله تبارك وتعالى بسنعمة ينسنت يذكر الله عز وجل ويذكره الله تبارك وتعالى في نفسه المقدسة جل وعلا. إيش الشرف يمغى نغلى
يجن الشرف عظيم. فلأجل ذلك خصنا غنذكر الله تبارك وتعالى ماشي غير قوم كنواها، وإنما نذكر الله عز وجل قي نفس النغ، قي تنوضين النغ، قي المكتب النغ، قي تجارة النغ، في أي مكان، في أي مكان، لأن ما دام أنك أذكر الله عز وجل فالله عز وجل سن بأن أشيذكا، لأن ما يمي عن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام المر ويخ الله عز وجل، ثم اقرأ وإن ذكرني في ملأ، ما شاء الله، ذكرته في ملأ خير منهم، يعني مرة يذكر يجيش الملأ أمخ الملأ أويتن المبارك أيها المباركون، مرة نذكر الله تبارك وتعالى روغي الملأ أوى، فالله تبارك وتعالى يذكرنا في ملأ، ولكن الملأ زمين نخص الله تبارك وتعالى خير من ملأه، حسن زجي الملأ أوانيتن، من أن الملأ أوانيتن يجي حسن الزقران شني؟ الملأ الملكوت، ملأ الملائكة، ملأ ما يجي جبرائيل ميكائيل إسرافيل، ما يجي الملائكة العظام، أمر عظيم، أشهدك الله تبارك وتعالى قل ملأ غزام عبد الله إذ كالله تبارك وتعالى يذكرني قي الملأ، خزام عمر يذكرني قي الملأ، يعني يذكر الله تبارك وتعالى هذا العبد الضعيف جرى ملائكة شداد أقوياء أمه جبرائيل عليه السلام، يعني جل الأمر عظيم. ولا شك أن ذي الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن أحبه، يعني أن الله تبارك وتعالى مر الإنسان إذكاريت ثم أي سمط الله ثم يتوقز، لأن مدى معنى الإنسان يذكر الله عز وجل بأن ذي نجل نوع الخوف عز وجل يتعقب ذي منيني أنه يحبه، ما يحبش الله تبارك وتعالى لا منازع لك، بل إقرص في السماء أن أحب عبدي فلان حبا إنك فيوضع قبوله في الأرض، يعني أتي لمن ذم مقبول انت في وذان بزاف مقبولين سبحان الله، هذا زقي البشارة انت في وذان قائمين بحق الله عز وجل، ماشي الملائكة معصومون لابد ذي خضال لابد تمنى دينيش الكلمة وتجيبوها من، ولكن الذين إذا أصابتهم فتنة يعني ماشي تسمى يعني روحا أواني الفتنة، وإنما تذكروا الله تبارك وتعالى عقبا، فذكر الله عز وجل لابد يعقب يعني جي الإنسان إجن المسألة تصبح عنه. وقرن وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، تقربت إليه ذراعا، ما لا يعني تقرب الله تبارك وتعالى خصيا الزكاة الحج العمرة نيغ الإنسان يفغ يفو مسمسرم غزنين ميكث فقرن إكسيد دكيس تقرب الله عز وجل نغم لازم يزود يكسيشين حاش خطوم وفينيس أمخينا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أعنت أخاك خشين حاش تتكسيدك يصغر خطوم وفينيس بورت مقاج غاك الصدقة ثم تقرب إلى الله عز وجل، فإن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، شكمارا غير الإنسان يقرب أن الله عز وجل شبر الله عز وجل أذي قارب غاك شك ذراع، يعني يتف قطزك يقرب غاك قطع يجني نعمة مغا، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، يعني أن الإنسان أمخنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن المعروف طرق الخير أوجه الخير جن بزاف كثير، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال وابتسامة أخيك وابتسامة في وجه أخيك صدقة، من هذا المغسمين غير خصة أسيدي وتشن عشني والو ابتسم في وجه أخيك والصدقة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، إذن شي مرة غير ابتسم عشران توارثين الناغة نغميها حسنة، وهذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ميزي غنستفد منايا نستفادي مجالس الذكر، نستفادي مجالس الذكر ذكر الله تبارك وتعالى، وإن تقرب إلي ذراعا ومن ذم مطور أذي تقرب إلى الله تبارك وتعالى ذراع يعني أذق
خيراتني مخف إزمة تقربت إليه باعا، يعني أذي قرب الله تبارك وتعالى إجل المسافة ضمغار تزقي المسافة لي. وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، يعني أن الإنسان ما يتقرب إلى الله عز وجل يقرب الله تبارك وتعالى يمشي يقر في طريق الطاعة الخميس يزم لله عز وجل على حسب الاستطاعة، ماشي الإنسان لابد ذي زم، وإنما أمخ إن الله تبارك وتعالى في القرآن قرن سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني المصارع هذا أمش شغل الإنسان يتزر، يعني لا شك أن المصارع شكرا أن المصارع إلى الله تبارك وتعالى زي يعني الهم يني جسنن ما معنى المصارع إلى الله عز وجل، لأن غير مرمين طحنقا السلف الصالح وخصوصا الصحابة والتابعون رحمهم الله تبارك وتعالى عنهم ورضي الله عنهم، يعني انت في ان الرعد ساعاتين يتغيما من هذا ويتشي يومين ماشي وذاك شي الجوع لا وغصبر وقف اما اتعاوان اما اطلب العلم ني قراءة القرآن ني شين الدروس ني انشغاله سالعلم حتى بعض العلماء ومنهم الدرقطني رحمه الله وهو محدث جليل انه يلقى مرمرا إتاري الأحاديث أنه إلى إكسي أغرم يزغ باش وي ويتنكشي زغم كانينس إكسي أغرم ضمغة فينس يعني في جلسة أغرم خميس ساينس إنك أتت خشين يومين طيغة إكسي إزعف ذكس فإذا أنت أتفق صح إنك فأشرب عليه ماء غزام ما يميلي أن الإسراع جي العمل الصالح الإسراع في اسمه يعني قطاع الله تبارك وتعالى ولكن أمك إن الله تبارك وتعالى وإن أتاني يمشي أتيته هرولا الهرولة صفة صفة الله تبارك وتعالى نسنشنو مقان الهرولة نسنت أمشي الإنسان يقر سخفي ولكن فالصفة صفة الله تبارك وتعالى ونسنشنو مخي يقر نتا فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى مرمي من غاش صفة الله عز وجل غنغ القاعدة أصولية مالكية إنت الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ومن يسيت مغاس ولي ناس يا إمام الرحمن على العرش استوى لقد علمنا العرش ولكن ما معنى استوى إنس الاستواء معلوم يعني اللغة استواء هو الارتفاع الإنسان هذيك شنحاش الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف شي استوى الله أعلم الاستواء نسنت اللغة ولكن الكيف ينس لا ندري الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ما يمي بدعة لأن الصحابة ما سمسخ النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الرسول البلاغ ومن الله الرسالة وإني أراك رجل مبتدع فأخرجه فالسفغنت ما يمي لأن أنت يزوذي الفتنة جرى نيوذن فكذلك الهرولة الهرولة معلومة والكيف مجهول فلله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى وذين إجن الأحاديث شين بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنك هؤلاء لا يشق جليسهم لأن خلاصة الحديث طويلة في صحيح مسلم وأظن في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام إخفى بأن المجلسين ذين شي الملائكة فضلا يعني شي الملائكة زايد ماشي الملائكة النانشني يعني قد جان راقب عتيد نغ جبرائيل عليه السلام لا نغ ميكائيل نغ نغي جان الحفظة لا وإنما ذين بعض الملائكة زايدين خلقية الله تبارك وتعالى خص باش تبع مجالس الذكر نهاي غذا سن تاسن دروغة تغيمانا كيذنغ إنك حتى بلغن السماء تحفنا الملائكة ثم هاي غادي قضى منايا هاي غناح هذو ذرين النق تنصرفن فتقعدن الله عز وجل إقرص مخجا العبادين فهو أعلم الزكسن انتنين ولكن هو باش هذا نغمر نشني جل وعلا
أتى أسنين اثنين بأن نجع لعبادينك إلى يذكر الله عز وجل ثم فغن وهم على ذلك. فأسنيني أسين الله عز وجل فأشهدوا أني غفرت لهم نش غفر غاصم من قنقع فقد غفرت لهم سبحانه سبحانه من رحمن رحيم. الإنسان يسيد الذنوب هذه فقص فرا الملائكة ذا أتستدرك أتني يا الله إن فيهم رجل خطاء ذاك سن إجواجز يسيد خطاء غاص المعاصي غاص الذنوب ثم انتي لا يجيز الذكر لا إعدا خانغ يقيم أكيد نغ إعدا خانغ ذي يقيم أكيد سن صافي. أسين الله تبارك وتعالى فإني قد غفرت له فإنه قوم لا يشقى جليسهم. يعني مادام أن الإنسان الجماعة تذكر الله تبارك وتعالى وخوس يسيتشين الجن غاص الأخطاء إنس غاص الذنوب إنس غاص المعاصي إنس لكن بنية ماشي سنية إنس أنه هذه قيمة كذنب ني غادي يقيم كيشيل المجمع ثم يقيم حتى انصرف ولو بغير نية. فالله عز وجل بسالبركاني وذنينا سالبركاني وذني جنجي المجلس أصي يغفر إن خطأني. فهم قوم لا يشقى جليسهم سبحانه سبحانه. وذين بعض المجالس أنه أمخن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. توارث المجتمع أثنق أربعة ساعاتين من هذا متى في ذقيم زيدة لكن تأسور مثلا السوق مش حال ذقى بطاطا مش حال ذقى طوماطيش يعني الهم من الدنيا ما ذوش الصفاض ما نهار هذه وثنزة مع أن ذم زيدة يذكر فيها اسم الله كثيرا. إنما يعمر المساجد الله من آمن بالله نعم واليوم الآخر زيد وأقام الصلاة وآت الزكاة زيد ولم يخشى إلا الله. فعمارة المساجد الله تبارك وتعالى أنها مبنية خي وذنينا تزجا يزكون وتقذن سما حد لأنه أصمي أقين ولو باش أذقذن فلا يخشون إلا الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالمساجدنا خاص لذكر الله تبارك وتعالى ماشي لذكر غير الله عز وجل زي المسائل السوق المسائل شنحاش تنظم. المهم أن مجالس الذكر كذلك تقي النفوس عدم التكبر في الآخرين لأن أنت في بعض الشباب يعني المتحمس من بعض الشباب يعني أتفذ إنعم خاص الله تبارك وتعالى في التزام ولكن يتسحق يوذان التكبر يقارس نشي قيس نقطع يوذان ينوس في نشي لا يخصص من هذا المرق في مجلس الذكر أذير مذ بأن من يوجي شيء كفوس النق نكفوس نشي نظم لأن التوفيق بيد الله عز وجل. التوفيق أمخ السلف قالك التوفيق عزيز التوفيق عزيز يعني التوفيق وتجي كفوس النبي عليه الصلاة والسلام نغ الأنبياء نغ الملائكة وإنما كفوس الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك أنت في النبي الله لوط عليه السلام إن وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. ذل العلماء قناك لم يذكر التوفيق في القرآن إلا ذنتين ما يمي لأن قرأك التوفيق عزيز شي حاجة وها. إذن أنت كباشي خايف ماثنغ أنت كباشي خسويف ماثنغ لأن أمخنا الله تبارك وتعالى كذلك كنتم فمن الله عليكم. أمخ نشتي مثلا جوا العياذ بالله منحرفين أمخ نثين منحرفين كذلك كنا نحن لكن من الله علينا. إذن باشا أذي من خاسن ثين معاوض إذن أتكباشي خاسن بل مراسن الدينسن شويت شويت الرأفة ذي الرحمة ذي الليونة لأن فزق النتائج ذكر الله تبارك وتعالى. ويحضرني ذا بعض
الكلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى جنت أمير المؤمنين قاع سنيد فاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقرص يا عمر لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر. يعني أعمى شك ما ريزري الشيطان خشين صيرا وزما ذي عذاقي صيرا اني ماني عليتش وإنما يتبدرام كان. بل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قد دعائي نس عمر انت قد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المستجابة وميلي جاقي العهد المسكنة انس يا رب اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالله تبارك وتعالى اختار من يعني عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ميمي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله عز وجل علم أن ور عمر رضي الله عنه أذير خير فالله عز وجل إهدت عمر رضي الله تبارك وتعالى استوى ضعيف أنه يجن هايري قور أكيس يجن الصحابينس يجن رعيشاتينس فيفاجئ انت مغات توسف الناس حسبك يا عمر قف انت امير المؤمنين تورد انك فوقف متعطئ الراس ماذا زلنا الناس عهدي بك يا عمر كنت عميرا حمج رمزيا ثم كنت تلعب في طرق مكه ثم صرت عمرا مغاض ثم صرت أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فاتق الله في أمة محمد اترو أمي اترو إن سمدك يا أمة الله خفف أمير المؤمنين اترو خفف خاص ماسين أنت إن دعها دعها أما تعرفها إنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة ذا رضي الله تبارك وتعالى عنها ومي ثلاث الآية دهش الناس سبحان الذي وسع سمعه كل شيء والله إني كنت لفي حجرة ما أسمع لها يعني رجاء قخام إلى تصنشي من ثقاغم غاثني والله تبارك وتعالى من فوق سبع سماواته يعلم ويسمع جل وعلا. ثم إجنها استوضع عينس إهرخ غزاء رقاء ثا من بين آثار مجلس الذكر مجلس النبوي مجلس الروحاني النوراني الرباني لأن إني تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام إجنها إهرخ إجنها إهرخ فيسيد غاص دكتور أضبي إنس يا أمير المؤمنين دواءك العسل هاك الدواء تمنت لان من ذاك الشيء خصك تمنت انس بربك وهل يملك عمر عسلا وهل يملك عمر عسلا ثم امش خاص الامر افغ امزيده يقع اخر من بعض انس ايها الناس نجمعا انس اني مريض اني مريض وإن الطبيب قال لي إن دواؤك العسل وإن في بيت مال المسلمين عك فيها عسل فإن أذنتم لي بها وإلا فهي علي حرام. هذا التواضع وإلا أنت كان باستطاعته آسيني وخدمين سوي ذمن وذي يقول مشكل كيما أنايا الدواء ولكن التواضع أنت وزما ذي الطول الصحابة وزماء ذي الطول الصحابة بل الناس يجنها إلى يقيم يريخ خرمينبا إنس أيها الناس اسمعوا وأطيعوا إكيجوا صحابي إنس لا سمع ولا طاعة إنس ميمي لا سمع ولا طاعة من يقع إنس لأن نراك عليك قميص طويل ونحن أعطيتنا قميص قصير لأني رغصن الفيء وميقينشين الجهاد تفن يعني بشرح صيصط فاقن جلسن إنس لأنك تلبس
لباسا طويل واعطيتنا لباسا قصير فلا سمع ولا طاعه. انس خمنيا وها انس خمنيا انس يا عبد الله قم فاخبر القوم. عبد الله همس عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. انس ايها الناس وني القميصين صندارع وني جيت جانا وداي خي ضغطنش القميصين وشي راسين تا يعني انت الى يوسف انت عمر رضي الله عنه ثم الى جام غزقرا فالى يطوغص يفدن فابن عمر يوشس القميصين سنتا باشا اتي شاك اتي خيط باش هذيك الناس روحني الناس الان سمعا وطاعه. تواضع عمر رضي الله عنه اجن هاي قيم روخا ما شاء الله سيره من عمر رضي الله عنه شي سيره شيقه نتيج الجبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعل ان شاء الله يجي الفرصه نظن ان شاء الله نسير سما عمر رضي الله ان كتب الله عز وجل لنا الاجل. فاجنها اشتهى اسرمان اجنها الى قيمة قميص انس في نفسي اكل السمك صافي قاعدة يروح ميس عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اجنها يروح يسوقاس ويسمى اسرمان. فانت عمر رضي الله تبارك وتعالى ما يقيم يوسف ميس انس اقث يا ابتي اسرمان انس من اين لك هذا؟ انس يا يا امير المؤمنين غزا عبد الله بن عمر الادب الادب ماشي اعوماني امختقن ربعاضيط لا يا امير المؤمنين اني سمعتك ضقاد بان تشتهيت اسم اسرمان انس كيما يزوي اسرمان انس ويختن زوي شو كان تسمى يوكج انس خميخف روح هذه انس خدابه انس صاوح غاس فأمر حد دبني وفغس العرق ذا هذي إنس من أجل شهوة عمر من أجل شهوة عمر تعبد الدبية والله لا يدق عمر مقتلك والله ما تشغ والله ما تشغ من تواضع القوم تواضع من يعني أني إسني سرمضن تواضع عدوى النبي عليه الصلاة مدرسة النبوية مدرسة الوحية النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه القدوة إجل القدوة النغ إجل القدوة ذمقرا جي الكرامة جي التواضع ما يمنوي عمر لأن عمر إليه جاء شديد ومع ذلك إلى ذاكس التواضع. ف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن ذاك النبي عليه الصلاة والسلام انتزق الملهم الأمة يعني أمي قال ملهم أن منادم مرمي غي السيوري الساورة مش شغل نيخر حق قليل من غي خضع قليل بزاف نادر. فعمر رضي الله عنه إليه جزقي القوم مني إجن هاي إليه جاء عام المجاعة عام المجاعة إذا قاع تترون قاع الجوع أروح نشيق أنا كيجني عمض مغا نشني أغرم من طاري ثروخا بس الله عز وجل يعني هذه يحسن الحال مغا. عمر إجنا يرقي أيام المجاعة فوخاه من يسيد غس يوث غس أخد دامينس غس أكسوم إصاصة الطفيس إن اسمنايا ما هذا إن طعامك يا أمير المؤمنين طعامينك إنس أول كل المسلمين وشي ذاس المنايا إنس لا يا عمر لا يا أمير المؤمنين إنس والله لا يذق عمر هذا حتى يشبعها أطفال المسلمين كسيت خاي وزقي صفة إنس أنه إلي ترمرح أكزيف حتى أمير عديس إلى تقص صوت إلى قر صوتي أو لا تصوتي والله لن تدق اللحم حتى يطمعها حتى يشبع أطفال المسلمين صوتي أو لا تصوتي. وعمر تواضع إنس الكرم إنس أنني جنجا خش الشعر يا من رأى عمرا تكسوه بردته يوني إزرين عمر غاس فوقي ثينس خيط 66 عقدة تكسوه بردته والزيت لقم له والكوخ مأواه أقيض أقيض من يتطز يتزيت وغرم
يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. الملوك الروم خزا مغيرة جان الدهوبات القصورات الجنود المجندة إلى غير ذلك. ومن يسيدني قيصر رسول قيصر الناس ما يجي أمير المؤمنين الناس قايف سودين شجار الزر الناس وني أمير الناس ياسين الناس أمنت فعدلت فنمت يا عمر ثلاث الكلمات أمنت عدلت فأمنت فنمت العدرذ ثم الأمنذ ثم تصدق الأمان. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى قدوة. ماذا صافية أتفعل مي نعم قدوة. فمجالس الذكر يخصص من هذا لابد هذه يحس يخفينس بأنه عبد لعبد الله تبارك وتعالى عبد لله عز وجل. يعني هؤلاء القوم الني الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ماشي وسندو فين كل شيء ما يعذر وإنما خلين ثين جن تضحية ضحى الإنسان ذي ضحى بس الوقت ينس هذي ضحى يعني من غس ماشي من هذا ما ذي نغيخ في نس وإنما على حسب القدرة والطاعة على حسب القدرة والطاعة. لأن ذكر الله عز وجل الإنسان ما لو يذكرش الله عز وجل يخشى عليه أن يميت القلب. لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ما هي يا رسول الله ألا وهي القلب. لأن بشحر ما من ذي مبعد عن ذكر الله عز وجل إلا أن القلب يتمتع القلب يتمتع. فحياة القلوب ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الله محق ابن العربي المالكي. لأن ذن للملاحظة ذن ابن عربي الطائي الحاتمي الصوفي الحلولي ذن ابن العربي ذن الفرق جلس أن ابن عربي وابن العربي ابن عربي ونتن يعني صوفي وغصبو قد التوحيد وغصبو قد الدين في الهوى. أما شين سورخ ابن العربي المالكي ونغص تفسيرات ونغص السنن ونغص شروح السنن أمو شرح إمام مسلم رحمه الله تبارك الله يقرك إن ذكر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين ذكر باللسان وذكر بالقلب. لا بد أن الإنسان الذي ذكر الله عز وجل إما سور نغسيرس ولكن ذا العلماء اختلفنا هل ذكر الله عز وجل سيرس يجي جحسن نغل القلب ذنيتي باش نجمع كل شيء. العلماء عندهم قالك لا يخصنا تجتمع عند سنين حسن ما تجتمع عند سنين هي افضل ولكن ما من ذمي قرقي طنوبين ذكر الله عز وجل غير سورينك يكفى. فذكر الله عز وجل من افضل الاعمال ثني غيق امسرم وخصوصا الشباب الشباب يخصنا ذكر الله عز وجل. ف نهارت الشباب ذو الشيخ الشيوخ فذو الشيخ من هذا لابد أذير حلز الدنيا يا فانتين إنك الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر لابد الفجاء أذياري لابد أبليجي ميمي لأن سنة من سنن الله الكونية. ما لو يريش الفجاء نعانيس بأنق يوم القيامة ولكن الفجاء لابد أذياري يقرك والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. والعمر مهما طال أمخي النبي عليه الصلاة والسلام عيش ما شئت فإنك ميت. الله أكبر. واحبب من شئت حب ما شئت فإنك مفارقه. عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. يعني الإنسان لابد يفق الدنيا ثانيتين لابد يجنام لازم يفق ضواي ناس مش حال معي الزنخ من هذا لابد انتفاق وبليجي تيجن ساعات انتوارت محتومة. الإنسان وني قد جان عاقل قد جاء أنه ذي سفز ذي ساعتين ينس لأن النفس روحهم يسيري النفس أتسهوي النفس النفس ويتني السيرغ
السهوير يفغ روخا صف وتجبوينو يفغ يزقد ذاتي نونش روخا النفسه ويتين السرايا ناخي يزقد ذاتي نونش والنفس ونيتين هذه محاسبك ذي يوم القيامة. لا بد للإنسان هذه مع النظر هذه فكة هذه قيم واحد وعليه بصحمة الله هذه قيم هذه فكة في ذات الله عز وجل هذه فكة في الله تبارك وتعالى هذه فكة فيما عنده لأن مش نغنغ الدور الدنيا ثانيتين وجي غنغ باش من هذه مغرد يجمع هذه التصة هذه فقه هذيش هذه فقه حتى ذي مث إلا وإنما شني غنغيج دورنا حساس دور حساس ألا وهو الإخلاص لله عز وجل ما لم نذم أقثق الله تبارك وتعالى مليح يتريق العباد مليح لأن المسائل الله عز وجل لا يعلمها إلا هو أما المسائل البشرية يعني أتفذ منذم الأخ ما شاء الله أتفذ ملتزم إلى غير ذلك يتعاهد المسجد إلى غير ذلك تبقى الخاص الأحاديث قع قادة سواء زيو ذلك إن ذاك النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه معلق بالمساجد سبحان الله قضى السواء كل ما وسيق تفضل قصة فامس جارو كل ما روحك تفضل قصة فامس جارو عمص ما سبقه نعم والفي على ويتين ذا سبحان ولكن يمكن من هذه المذي الزد جواني نس أتفنت بينه وبينه ونجد قصة فامس جارو كما بين السماء والأرض ما يذنب الإخلاص فلأجل ذلك أنت في السلف الصالح رحمهم الله قالك ما عالجنا شيء على نفوسنا مثل معالجة الإخلاص هو الإنسان الذي يخلص الأمر إلى الله تبارك وتعالى فمهما أن الأمر ذاك الإخلاص سواء زجيف ذكر زجيف صيام زكاة أي حاجة إلا أن الله عز وجل يعطي عليه ما لا يعطي على غير إخلاص وما أمروا إلا نعم إلا ليعبدوا الله مخلصين الإخلاص مخلصين له الدين حنفاء أتفهم لازم يمير الشرك يمير البدع يمير المخالفات الشرعية أتف متمسك بدين الله تبارك وتعالى هذا هو معنى أن الإنسان يذكر الله عز وجل فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا شك أن المجلسنا مجالس محبوبة لدى الله تبارك وتعالى ومحبوبة لدى يمسر من ينجي تحبا الله عز وجل لأن لا شك أن من مرمي غيشة تجل المسافة ضمغا يتسذي قيم ذا ماشي يعني تسبشا أذمها وظنر وإنما الغرض أنه ذي صنف قول الله عز وجل هذه صنف قول النبي عليه الصلاة والسلام هذه صنف قول الصحابة هذه صنف سيرا السلف الصالح ونتيجة الأمر عظيم يجل الأمر مطلوب فلأجل ذلك نلقى بأن زي أخلاق السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى أنه إذا استفاد زي مثل المجالسنا ماشي بنادم يطغي ماجي المجلس ثم يقر ويتكشي زي من يقى واخا نشني أنا غير إيش نحاش ثواء إيش نحاش قفا والله الذي لا إله غيره الإنسان ما يقى أربع زي من يسرى أتف إن شاء الله كلنا أقان المصلحون صالحون إن شاء الله فالإنسان أمخنا الله تبارك وتعالى في أمخنا النبي عليه الصلاة والسلام يخصص لابد من أذن ما را يعلم شين حاجة أتيق لأن أمخنا علي بن أبي طالب العلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل قوجبوا المسألة الدقاء المجالس من أذن غريس سور وإنما قل مجالس علم لأن بزاف أتفذ من أذن يسيت سبر الفائدة هذه رحس الفوائد هذه رحس الفوائد بعض المسائل إلى بعض الإخوان وتسين شيء وسين ذنيتين سننت ونشني الزكسن إلى وسين شيء بعض الأمور الحمد لله وسيد ذا نسنيهم ماشي من هذا غير باش هذه عما أمكان وإنما باش هذه صنف أذق أمخنا الله عز وجل الذين يتبعون القول الذين يستمعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذين يمكن ذيذكا عشان يجينا ذيذكا المستحب ذي المندوب يقرص لو تقغب المندوب تقغب المستحب لأن المستحب قتزق المندوب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذه صنف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام
إن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل 10 مرات، فكأنما أعتق رقبة أن تأتيني مياً ورثين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرم جسده عن النار. إذن فيتبعون أحسنه. أيها المباركون، انطلب رزق الله تبارك وتعالى أذى ينغي وفق لما يحبه ويرضاه، وأن يزيدنا علما وفهما وتفقه في الدين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.